سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم البعد الثالث. حلقتنا اليوم ستكون عن البديل الاستراتيجي أو ما يعرف بمشروع تعديل قانون الخدمة المدنية أو بتوحيد سلم الرواتب. سنتحدث اليوم عن مشكلة الكوادر ومعاييرها ودرجاتها الوظيفية وعن أبرز التعديلات التي يدخلها مشروع قانون البديل الاستراتيجي. سنحاول أيضا اليوم أن نبحث عن أسباب هذا المشروع وعن سر استعجال الحكومة لمحاولة تمرير تعديلاته وعن البدائل المقترحة من قبل النواب إن وجدت، وسنبحث كذلك عن المتأثر سلبا وإيجابا من هذا المشروع في حال إقراره، وهل فعلا هو بديل استراتيجي أم محاولة متأخرة لخفض النفقات في ظل عجز مالي في موازنة الحكومة، وماذا عن إمكانية إقرار المشروع في دور الانعقاد الحالي. هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها اليوم على ضيفنا الكريم، عضو لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس ومراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري. بداية أبو محمود نقول لكم مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، أهلا وسهلا أبو محمود. الكلام والحديث عن البديل الاستراتيجي كثير، توحيد سلم الرواتب، تعديلات ديوان الخدمة، بالتالي ما هو تعريف الصحيح للبديل الاستراتيجي أو ما هو البديل الاستراتيجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البديل الاستراتيجي هو أطلق على نظام تحسين نظام الرواتب بشكل عام، والحكومة طبعا لما حولت الموضوع للمجلس قبل شهرين تقريبا عدلت على قانون ديوان الخدمة تقريبا 4-5 مواد، لتكون يعني هذه المواد هي الانطلاقة لوضع النظام المطلوب لتحسين الرواتب، لأن بدون تعديل نظام أو قانون ديوان الخدمة المدنية لا تستطيع الحكومة أن تبني المشروع بشكل الكامل. نعم. وأيضا لتستشف أو مثلا تتفق مع المجلس على الأساس اللي راح تنطلق منه، لأن هذه التعديلات صحيح يمكن 4-5 مواد. نعم. ولكن هي تعتبر مثل ما تقول القواعد اللي ستنطلق منها الدراسات المطلوبة لتعديلات على نظام الرواتب. نعم. فهم الحكومة أطلقوا عليه البديل الاستراتيجي، بمعنى أنه بديل للنظام الحالي، نظام الرواتب الحالي وسلم الرواتب الحالي أو سلالم الرواتب الموجودة وتوحيدها. وأيضا أنها طبعا راح تستغرق يعني مدة طويلة على ما أنت يعني تطبقها وتعطي نتائجها بشكل يعني المطلوب، بحيث أن فعلا تعيد العدالة والتوازن إلى يعني الرواتب بالدولة بشكل عام. أبو محمود، هل يعالج البديل الاستراتيجي الاختلال الآن موجود أم يسعى فقط إلى تقليص النفقات؟ يعني هل بالتالي هناك خلل موجود لدينا في الكوادر في الرواتب وهذا راح يعالج نوعا ما ما يضفي نوع من العدالة، ولا لا ليش إن عندنا أسواق عالمية منخفضة وبالتالي نحن بحاجة إلى خفض هذه الرواتب الموجودة عندنا؟ هو بغض النظر عن موضوع انخفاض أسعار النفط، وإن كان هو هذا الأمر الآن حاجة ملحة وضاغطة على ميزانية الدولة والتقليص مطلوب بجميع الأبواب، ولكن هو الشغلة الأساسية اللي كانت يعني دافعة لتعديل نظام الرواتب هو موضوع الاختلالات اللي صارت خلال 10 سنوات الأخيرة. كلنا يعني لاحظنا من بدت التعديلات الرواتب في الجامعة وكوادر المهندسين والمعلمين ومن ثم أخيرا بالقطاع النفطي، فكل هذا ما كانت مبنية على دراسة يعني علمية ودراسة موضوعية ورؤية شاملة، وبالتالي جاءت عبارة عن أمور انتقائية وعشوائية. أنا ما أقول أنها مو مستحقة، هي كثير منها يعني كانت كوادر مستحقة نظرا يعني تضخم اللي صاير عندنا، نظرا لتغير طبيعة العمل وخطورة طبيعة العمل هاي كلها، والمثل ما تفضلت الأسواق العالمية المحيطة فينا خاصة باسم القطاع النفطي. احنا ما نقول يعني هم تعديلات مو مستحقة، ولكن احنا نقول ان هذه التعديلات جاءت مع الأسف في نتيجة ظروف لتخبطات حكومية، ما نقول تخبط أو احنا أو نقول يعني ما تقول قرارات يعني آنية ومو ضمن رؤية يعني شاملة. انت تبي تعدل نظام، يجب ان تكون هناك يعني مثل ما تقول لما تحط انت والله تعدل المهندسين او تعدل الاطباء تعدل النفط، يكون عندك الباجي عارف ايش بتسوي معاهم وتعرف هذا وين مآله، مو فقط انه والله انا ازيد القطاع معين وما اراعي قطاعات الاخرى وانعكاساتها. ولكن ابو محمود يعني انت عايشت يمكن تلك الفتره
ألم يعني تخضع الحكومة للضغوط من قبل مجلس الأمة، من قبل بعض الإضرابات اللي كانت موجودة من بعض النقابات، وبالتالي مررت هذا الكادر ثم مررت هذا الكادر، وبضغط شعبي مررت كادر آخر؟ هو الكل يتحمل المسؤولية، يعني أنا ما بقول أين تقع المسؤولية؟ على الكل، لأن هو بالنهاية صحيح الحكومة هي معنية بالدرجة الأولى وهي اللي تتخذ القرار، بس بالنهاية المجلس، أعضاء المجلس كثير منهم لهم دور. نعم. المجتمع المدني مثل في الجمعيات النفع العام، في النقابات، في الحركة، المطالبات اللي صارت. نعم. هي هم أيضا يعني تتحمل المسؤولية، فإحنا يعني لما الحكومة تسوي تعديلات كلنا نصفق لها. نعم. وقت اللي يصير محاسبة وتقييم كلنا نتبرى منها، ما يصير يعني إحنا يعني ولا تضغوا في الميزان. أنا ما بدافع عن الحكومة، بس أنا أقول إحنا كيفما تكوني ولا عليكم، يعني إحنا كنا بقارب واحد، ويجب الآن اليوم أكو مشكلة حقيقية موجودة عندنا، في خلل حقيقي موجود. نعم. وبالتالي يجب أن يعالج هذا الخلل. الحين البديل مو بالضرورة بالصورة التي مثلا طرحت أو جاءت بالحكومة أو دراستها التي نشرت. نعم. بناء على المعطيات اللي كانت بانية عليها، يعني المعطيات التشريعية المطلوبة بنت عليها رؤيتها، فبالتالي احنا نقول اكو خلل ويحتاج علاج، يحتاج علاج. الحين مو هذا الطريقه اللي جت او مو هاي الضوابط، انت تعال كمشرع او كمجتمع مدني شارك وضع الضوابط، اما لا تقول ان لا يعني ما يحتاج الامر تعديل او ما في خلل. لا، في خلل. نعم. ويحتاج، والكلفه عاليه، يعني تقول والله هل احنا الان جئنا متاخرين بالعلاج؟ لا، انا اقول كل ما تبدا اليوم قبل باكر. نعم. افضل يكون النتائج تكون افضل، ويعني تاثيراتها تكون اقل على الوضع العام المالي العام للدوله. لو مرينا بنفس التجربه، لو عدنا بهذه السنوات في هذا المجلس الحالي، باعتقادك هل ستكون هناك ضغوط على المجلس الحالي من اجل تمرير كادر معين في ظرف معين في الوقت الحالي ولا لا؟ هذا المجلس الحالي احنا الحين كل يذكر مطالبات اللي صارت بالتامينات الاجتماعيه. نعم. اخر يمكن مطالبات كانت، وتم يعني اقناعهم يعني العدول عن ما كانوا يسعون له بحجة أنه والله إحنا عندنا الآن البديل الاستراتيجي راح يعيد يعني العدالة إلى نظام الرواتب، فبالتالي إحنا نقول لازم ما نتأخر حتى لا يكون هناك فعلا هناك يعني ناس تيجي وتطالب ويكون ما يخرج من المجلس أو مطالب من مطالبات وما تخضع للحكومة تكون نتيجة للضغوط التي تمارس يعني عمليا. إحنا لا، بالعكس أنا أقول الآن بكل هدوء، إذا يعني مو ممكن الآن على الأقل خلينا نحط يعني اللبنة الأساسية لما سنتفق عليه وننطلق منه لتعديل وتحسين سلم الرواتب. يعني قبل فترة الوزير أنس الصالح وزير المالية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مسي عليه بالخير، تكلم بأن البديل الاستراتيجي الجديد سيرفع تقريبا 50% من رواتب الموظفين الآخرين، فبالتالي هل مثل هذه المقترحات عندكم في اللجنة المالية ناقشتوها وجدتوا لها أصل فعلي، يعني أنه بالفعل وستكون هذه الارتفاع سيكون ارتفاع معقول ولا لا؟ هو الوزير ما يتكلم من فراغ. نعم. وحتى تصريحات بعض الأعضاء وتصريحاتنا جاءت نتيجة لاطلاعنا على الدراسة اللي الأولية اللي عدتها الشركة الاستشارية. نعم. وبالتالي بعض الناس يقول انزين وبعدين ليش ما تنشرون كل الارقام او ليش ما تنشرون الدراسه التفصيليه الكامله؟ احنا نقول اول شيء لازم نتفق احنا مع الحكومه على التعديلات المطلوبه التشريعيه. نعم. لان مثلا الحين التقييم السنوي اللي يصير، الحكومه بالطرح الحالي ضمن الدراسه تحسين رواتب للشركه هذه رابطه هذا الموضوع مع الزياده السنويه. نعم. مرتبطه في اللي هو معدلات التضخم ونقطع السطر، احنا نقول لا اكو بدلات ثانيه مطلوبه. زين، هذا واحد. تقييم الموظف، تقييم ادائه ايضا هناك حاطين بطاقه عمل ووصف وظيفي كل موظف مو مثل قبل. نعم. على شهادته وعلى تقييم السنوي للمسؤوله مباشره، والله ممتاز او ما ممتاز يعطونه. لا، اكو اليه جديده للتقييم، اكو اليه جديده، اكو عندك مهام انت مطلوب منك تؤديها كموظف، واكو بطاقة وصف وظيفي. نعم. قد ما تحقق من هذا يرتبط لك يعني ترقيتك ترتبط في هذا الأمر، وأيضا الزيادات السنوية ترتبط بهذا الأمر. نعم. فأكو يعني تقييمك وزياداتك مرتبطة بالأداء. إحنا طبعا الآن يعني في وجهات نظر، تفضل بروح. إيه وجهات نظر إنه لا يعني مو فقط هذا. زين، الحكومة الأرقام اللي عندها ونشرتها مبنية على هذه المعطيات، فانت عندك معطيات ثانيه كمجلس او عندك يعني تحفظ على معطيات معينه او ضوابط معينه، تبي ضوابط اخرى
الحكومة تقول ماكو مانع بس تعالوا خلينا نحطها على أساس نقدر ننطلق منها، أما تقول لي والله لا سكروا البديل، مثل بعض يتسرع ويقول في الجرائد أن البديل هذا يعني هاي نتائجه، إذا أنت أصلا ما تعرف البديل شنو لا. حتى الآن ما تم الاتفاق بين الحكومة والمجلس شلون تبني عليه يعني. طيب يعني يبقى هناك أمر موجود أبو محمود خلال الفترة الماضية قاعد نسمع وايد بأن رغم وجود الخطة الجديدة للبديل الاستراتيجي أو المشروع القانون الجديد إلا أن هناك مطالبات بالاستثناءات، يعني الأطباء، هيئة التدريس، قطاع النفط، بالتالي إذا ما كان هناك استثناءات ما هو فائدة هذا البديل؟ لازلنا إذن سنكون في نفس المشكلة، الاتجاه سيسلط الضوء على وزارة التربية، سيسلط الضوء على النفط، معناها ضغوط على الوزير، معناها ضغوط على النواب من أجل دخول في مجال النفط أو في مجال التدريس. بالتالي هل من المقبول أن يكون هناك استثناءات أو أنتم ستقبلون باستثناءات في المشروع الجديد ولا لا؟ هما المشروع الحكومة والدراسة اللي قدموها لنا مستثنين هما العسكر، نعم، يعني سواء كانوا بالداخلية أو الدفاع أو الحرس الوطني، بس هذيل اعتقد لانهم ليسوا ضمن دول الخدمه المدنيه. ما انت تقول لي الفئات المستثناه، نعم. يعني احنا الحين كموظفين الدوله كل هذول يعتبروا موظفين بالدوله، نعم. الدراسه اللي عدت من قبل مستشار تحسين الرواتب درس هذول كلهم، وهذه موجوده من الفئات اللي هي مستثنات، نعم. وفي فئات على اساس تحت الدراسه وهم المناصب القياديه، نعم. فالان النفط مثلا يطالبون والله احنا هم عطونا استثناء، يعني حجتهم انه والله اكو في دول خليجيه اساسا الان ما يطبقون هذا البديل على النفط، نعم. يضربون مثال اعتقد في عمان او شيء ما ادري، يعني يحتاج هذا الامر الى يعني، وبالتالي يعني هاي المطالبات موجوده وكل الامور يعني مفتوحه، احنا ما قلنا لهم يعني شيء يعني حتى الان صار نهائي عشان نقول لكم والله لا خلاص هذا هو. الحكومه مطالبه في التعديلات يعني استثناءات فئات معينه، التعديلات تمس مواد في ديوان الخدمة بيعني هيكلية وضع الرواتب حاليا، ترتيب الدرجات، ترتيب البدلات، ربط مثل ما قلنا الزيادة السنوية مع معدل التضخم، نعم. إلى آخره 4-5 تعديلات ترسم فيه الهيكل الأساسي أو المطلوب للخطوة التالية عندهم بالنسبة للبديل الاستراتيجي. وماذا عنكم أنتم كمجلس، راح يعني تناقشون مثل هذا الموضوع ولا لا، موضوع الاستثناءات؟ لا احنا طبعا احنا الان الرؤيه الاخيره اللي صارت باللجنه وزينها موضحه للمشاهدين ان بالنهايه يعني قلنا اذا في مجال يعني ندرس هذا الاختيار، وهذا القرار بعدين يرجع للجنه اولا ثم من ثم للمجلس ويعني يعني نقاش ايضا يصير مع الاخوه الاخرين، ان الموجودين حاليا في النظام الحالي للرواتب يستمرون على وضعهم سواء كان بالنسبة للراتب الأساسي، الراتب الشامل، المزايا، التقاعد إلى آخره، إلى أن يعني كل واحد يتقاعد أو يعني تنتهي خدمته بأي نحو من الأنحاء. المجموعة اللي ممكن تستفيد إيجابيا من التطبيق للبديل الاستراتيجي أو النظام الجديد ممكن أنه نسمح لهم أنه يشملهم. نعم. فالحاليين موجودين عندهم مثلا مجموعتين راح يصيرون، مجموعة تستمر على الوضع الحالي لأن ما تبي تتأثر في الوضع الحالي، نعم. الجديد المجموعة الثانية اللي هي ممكن النظام الجديد لتحسين الرواتب يكون إيجابي لهم، فهني هذول يدشون بالإضافة إلى منه إلى التعيينات الجديدة، نعم. اللي كلهم راح يكونون على وفق الراتب الشائع مثل ما يسمونه لكل المهن والوظائف. ماذا عن وجهة نظر الحكومية حول هذه الموضوع؟ هل متقاربين أنتم وياهم؟ لا بعد هذا الحين بالأخير إحنا باللجنة كان المستشار موجود، الوزير ما كان موجود، فهذا الرأي يمكن إحنا على الأسبوع القادم نحاول نعقد لنا اجتماع. أنا أعتقد إذا توافقنا مع الحكومة على هذا الرأي، نعم. ممكن الحكومة تعد الدراسات اللازمة والأرقام اللازمة خلال فترة الصيف، ومن ثم مع بداية دور انعقاد الرابع للمجلس ممكن أن يكون هناك خطوات متقدمة في هذا الأمر. زين، يعني يمكن السؤال اللي بدأ يتبادر إلي، بالتالي إذا كان هناك يعني ما في تخفيض لهذه الأموال المدفوعة، كيف سيتم تقليص الميزانية أو الكوادر أو البديل الاستراتيجي، كيف سيقلص الميزانية ميزانية الرواتب؟ هما طبعا نظرة الحكومة مشروعهم مشروع الحكومة اللي يد فيه التوفير يكون كالتالي، أول شيء التعيينات الجديدة، نعم.
التعيينات الجديدة راح يكون وفق الراتب المشاع حق كل المهن، فبالتالي هني راح يكون هو يعني ما يقول الوفر اللي راح يصير في الباب الأول. نعم. على مدى السنوات القادمة. اثنين، راح تكون يعني الزيادات السنوية راح تكون مربوطة بشنو؟ مربوطة في معدلات تضخم فقط وتقييم الأداء الوظيفي بشكل يعني، فبالتالي هني هم أيضا راح يعني توقف الزيادات البدلات والزيادات الأخرى اللي تكون يعني مو مرتبطة بالأداء أو مو مرتبطة بمعدلات تضخم، فهني أمر كان راح يصير التوفير. أما بالنسبة لطرحنا إحنا اللي طارحينه أو البديل مثل ما تقول للبديل اللي طارحينه الحكومة، هو إن إحنا قلنا كالتالي، مثل ما قلنا الوفر راح يكون في التعيينات الجديدة بشكل أساسي راح يكون هو الأساس. نعم. طيب البعض يعني يتكلم ويقول إن القانون لم يراعي أهمية الجهة التي يعمل بها الموظف، أي لم يكن هناك تمييز ما بين الميداني إلى الإداري إلى الوظيفي إلى بعض يعني الوظائف الخطرة بعض الوظائف المجهدة، بالتالي هل هناك مراعاة في هذا القانون الجديد أو الرؤية إلى هذه الفئات ولا لا؟ نعم، هو القانون قاعد التعديلات المطلوبة قاعد تربط الوظيفة بالمهام. نعم. وبالبطاقة المهام والوصف الوظيفي لكل موظف، هذا طبعا شيء جديد بالنسبة للدولة. نعم. وبالتالي هني راح يكون هو يعني التطوير، هني يكون هو التقييم، هني يكون هو المحاسبة، كل هالأمور بدل النظام الحالي اللي هو مثلا على الشهادة يكون وعلى الأقدمية. نعم. وعلى هالأمور هذه، فبالتالي النظام المقترح هو يعني نظام متطور ونظام له ثلاث أهداف. نعم. الهدف الأول هو طبعا العدالة، والهدف الثاني انه هو يقلص مثل ما قلنا التضخم اللي قاعد يصير والزيادة في الباب الأول، والهدف الثالث ان التقييم يكون على الأداء يكون هذا، في ثلاث أشياء هم طبعا اللي هم قاعد يحاولون في هذا النظام الجديد المقترح ان يطبقونه. محمد، سنتكلم عما قدمته الحكومة وعن أيضا الجداول غير المفهومة، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. حياكم الله معنا مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ردينا لكم بعد هذا الفاصل. أبو محمود حياك الله معنا. الله يحييك أبو محمود. يعني هناك من يتكلم على أن البديل تكلم عن زيادة أسعار المعيشة بالنسبة للمستهلك الغذاء والملابس، وهو ما وضع بعين الاعتبار، ولكن أيضا في المقابل موضوع العقار أو السكن لم يضع هذا التضخم في العقار في المشروع، يعني في المشروع الجديد، بالتالي لماذا الغفلة عن هذا الجانب وهو جانب مهم؟ يعني هو طبعا مثل ما قلت لك هو الزيادة السنوية اللي البديل استراتيجي يعني حطها هي زيادة مرتبطة بمعدل التضخم. نعم. معدل التضخم يشمل هم كل الأمور، ولكن المقترح اللي مقدمه المستشار. نعم. هو انه يعني يستبعد منه العقار، لان المؤشر تدري انت التضخم ياخذ يعني مثل ما تقول مكونات عديده من خدمات من سلع. نعم. من كل الامور يمكن حدود 300 مكون. نعم. وهو يا لمكون العقار وشاله زين على اساس انه يعني يقول ان العقار هذا شيء ثاني غير موضوع يعني الاكل والملبس والخدمات الاخرى. نعم. لهذا طبعا احنا للعلم الاداره المركزيه للاحصاء هي اللي يعني معنيه بالدوله، يعني الناس عبالهم انه والله البنك المركزي هو اللي يعطي معدلات التضخم. نعم. لهذا احنا لا، الاداره المركزيه للاحصاء هي مسؤوله عن هذه الدراسات، تراقب يوميا. نعم. معدلات الاسعار ارتفاعها وانخفاضها، وشهريا يعني تصدر المؤشر اللي هو معدل التضخم. نعم. وسنويا يكون هناك في معدل، احنا معدلات التضخم اللي عندنا بالكويت تتراوح ما بين 2.5 ل 3.5% سنويا زياده في يعني في الاسعار بشكل عام يعني. نعم. فهو لما تزيد الرواتب بهذا المعدل نعتقد انه يعني يستطيع الموظف ان يحافظ على قوته الشرائيه.
والحلقة الأضعف وإحنا يعني منتظرين أن يقر هذا البديل حتى نستطيع أن أيضا نطبقه على المتقاعدين. نعم. لأن إحنا مقدمين اقتراح أنا ودكتور خليل والأخ سيد عدنان. نعم. على أساس أن فعلا يكون هناك ربط ما بين الزيادة السنوية ومعدل التضخم بالنسبة للمتقاعدين. نعم. لأن حاليا المتقاعد يأخذ تقريبا كل 3 سنوات 30 معدل يعني 10 دنانير بالسنة. نعم. والقانون اللي كان موجود مع الأسف ما طبق بالشكل الصحيح، هو قانون 49/82. نعم. اللي هو كان يربط يعني إعادة النظر في الرواتب كل 2 سنين حسب مستويات التغيرات في مستويات المعيشة، وهذا ما طبق بشكل صحيح. كانت زيادات نفس الشيء يعني تيبن فترة فترة 50 دينار 120 دينار، ولكن يفترض أن كل سنة كل 2 سنين يشوفون معدل تضخم يعني كم وصل ويزيدون الرواتب بشكل عام بالدولة سواء كانوا متقاعدين أو غير متقاعدين. وأنا أقول متقاعدين أولى من غيرهم لأن أصلا رواتبهم ضعيفة، ثانيا ما عندهم موارد أخرى للدخل يعني. نعم. غير الموظف اللي يشتغل وعنده مهام وعنده نعم إلى آخره. صحيح. يعني وأكمل هني من هني أروح على أرجع للسؤال اللي كان قبل الفاصل اللي هو موضوع إنه شون يعني إنه بعض الناس طبيعة عملهم خطرة. نعم. هل هذا أخذ بالاعتبار؟ هذا طبعا المستشار عطى تقسيمة الراتب إلى جزئين، جزء هو الراتب الأساسي وجزء هو البدلات. البدلات نعم. قسمها إلى 3. طيب بدل كانوا 10 في السابق؟ اي ما ادري عددهم بالسابق. نعم. يعني كان بس الحين الكوادر وكل هالامور والبدلات كلها راح تصير في النظام الجديد اذا ما يعني مشى يعني الموضوع. نعم. وتم التوافق عليه انه يكون راتب اساسي وفي 3 بدلات. نعم. بدل مهام وبدل وظيفي وبدل اجتماعي. بدل نعم. اجتماعي معروف تفسيره، بدل الوظيفي حسب يعني وظيفة الواحد وطبيعة عمله. طبيعة عمله. نعم. والمهام هو اللي تفضلت فيه يعني خطورة العمل، ساعات العمل، مكان العمل، برا داخل، فبالتالي هاي كلها يدش في البدلات ويتم مراعاتها يعني. طيب ماذا عن موظفي القطاع الخاص؟ نحن لدينا مشكلة حقيقية، البعض يعتقد بأن لدينا مشكلة حقيقية في القطاع الخاص. يعني هناك موضوع المسرحين اللي قبل فترة إلى الآن ما انتهى، هناك مواضيع أخرى، هناك تخوف من القطاع الخاص في سوق العمل الكويتية، بالتالي كيف سيوفر البديل الاستراتيجي لهؤلاء الموظفين؟ هذا طبعا سؤالك يفتح لي يعني باب بتكلم فيه يعني. نعم. برد على القطاع الخاص، برد على القطاع الخاص، بس أول شيء بتكلم عن شيء يطرحونه الناس يعني اللي ضد البديل، وفي في 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 جزء كبير من الحقيقة. نعم. خلينا نتكلم صراحة. اللي هو انه يقول انت ليش تجي على الحلقه الاضعف او الاسهل بس تريد تنزل الرواتب على اساس انها تنزل تضخم مثلا الميزانيه السنوي والعجز اللي متوقع مثلا 5 مليار السنه القادمه بالباب الاول، ليش ما تروح على الابواب الاخرى؟ يعني ليش ما يصير او زياده الدخل كمورد اخر بدل البديل عن النفط. ليش؟ صحيح. وكل هذا اللي يقولونه صحيح. زي. واحنا نقول الحكومة متأخرة في هذا الجانب أو ما في رؤية يعني واضحة في هذا الجانب، ولكن الآن أنا أقول إحنا أمام أمر واقع. هل أن بحجة أن والله الحكومة مثلا ما عندها يعني مثلا عمل المطلوب. نعم. أو الدراسات المطلوبة أو ليش يعني بلا تنفيذ هذا. نعم. في هذا الجانب إيجاد بديل حقيقي للنفط الدخل الوحيد، أنا أقول أي شيء بسوي بخفض ميزانية أقول لا تجيسون لا تعدلون لا تسوون، ما يصير. نعم. يعني بالنهاية كل يقول أكو خلل في باب الأول في التضخم، وبالتالي يجب ما في عدالة، فيجب أن أنا شنو دائما أقول هي خبزة وبرد قاسمنا كلنا. نعم. ما يصير واحد يقول لا والله لا تجربون هناك، فبالتالي هذا بالنسبة لي موضوع اللي هو النظرة الشاملة، النظرة الإصلاح الكامل نسميه أو الشامل لجميع الجوانب وليس. نعم. فقط في جانب الرواتب. هذا صحيح. جميل. هذا حق. أي نرد على القطاع الخاص، ومن هذا أنطلق للقطاع الخاص. القطاع الخاص أكيد الآن هو بهالطريقة مو جاذب. القطاع العام يتميز مثلا برواتب مرتفعة. نعم. يتميز ب يعني امتيازات كثيرة في المناصب ما غير وغيرها، ويتميز أيضا بأنه هو مهما يكون مو مثلا قساوة وشدة أجواء العمل أو البيئة الوظيفية الموجودة في القطاع الخاص. صح ولا لا؟ صحيح. فبالتالي الناس دائما تميل للقطاع العام. من دنا اليوم
فبالتالي يجب أن فعلا أكو عندنا يعني خطوات نعيد الجاذبية للقطاع الخاص، لأن بالنهاية ما تقدر الدولة تكمل على طول في يعني رعاية المواطنين وتعيينهم بشكل مفتوح. البديل الاستراتيجي يجب أن يعني أحد الضوابط اللي يجب أن فعلا نحن ندرسها مع الحكومة قبل إقراره، أن كيف راح يكون انعكاسه على القطاع الخاص سلبا أم إيجابا، ويجب هذا أن يكون فعلا يعني تشمل الدراسة. طيب ماذا عنكم أنتم في اللجنة، كيف تقرؤون البديل الاستراتيجي بالنسبة للقطاع الخاص؟ هل لكم رؤية حول هذا القطاع ولا لا؟ لا أنا قاعد أقول لك إحنا هل هناك محفزات؟ لا يعني إحنا هذا اللي أقول لك عنها هي رؤية اللجنة. نعم يعني بالنهاية اللجنة تبي تطلب من بس الحكومة شو تقول؟ تقول أنا مستعدة أي شيء تحطون أنتم كضوابط أجيبها لكم بالتالي، بس أنا أحتاج الآن على أساس أبني يعني ما تقول تحسين الرواتب ونظام تحسين الرواتب بين قوسين. نعم البديل الاستراتيجي تقررون لي هذول الخمس ست مواد خلينا نتفق عليها معاكم. نعم الحين زايد ناقص بس ما يصير ما نقرها، فبالتالي يعني الناس تقول إنه ليش مستعيلين على إقرار البديل أو الحكومة ليش مستعيلة؟ الحكومة مستعيلة وين جاءت متأخرة؟ لأن حاسة إنه فعلا تبي تعدل الوضع اللي عدم العدالة الموجودة حاليا. ثانيا اللي تفضلت فيه إنه والله أكو نسبة أولية، أنا بقول لك أولية لأن للحين ما اتفقنا مع الحكومة على الأسس التشريعية المطلوبة، إنه في 50% بيستفيدون، يعني الناس اللي 50% راح يستفيدون وترتفع رواتبهم بمعدل 20-25%. هذا مو شيء أمر مطلوب، إحنا عندنا 320,000 موظف، يعني واحد يقول لك والله 150,000 موظف راح تتعدل رواتبهم 20%، هذا مو مطلب يجب أن إحنا هذا الحين اللي بتأثر سلبا أو بتجمد راتبه. نعم إحنا طرحنا يعني بديل لبديل الحكومة، لا إحنا نقول والله تعال هذول أجلهم الحين خلهم على الوضع الحالي موجود. طيب يعني الأوضاع الخاصة للعسكريين في هذا البديل لماذا وضعت في خانة خاصة لهم؟ هل لأنهم أصلا هم خارج ديوان الخدمة المدنية؟ خارج، وهذا الجواب الصحيح، يعني أول شيء هم خارج ديوان الخدمة النظام، ثانيا هم لهم يعني طبيعة يعني خاصة، وإحنا هذا بالنسبة لنا هذا أمن للوطن. نعم وبالتالي هذه الأمور هذه نتركها لي يعني ما تقول الجسد العسكري وهم أبخص فيه والأولوية. نبي نشجع شبابنا يعني التعيين في قبول هذه الوظائف وطبيعة، لها طبيعة خاصة وطبيعة معينة، مو الكل يعني طبعا الطبيعة المدنية غير الطبيعة العسكرية. نعم فبالتالي نبي احنا نشجع الشباب فعلا، احنا مع الحكومة في هذا الجانب انه يكونون هم من الفئات المستثناة. طيب هل على غرار اللجنة التعليمية وأيضا لجنة المرافق العامة سوف تتم دعوات لحلقات نقاشية للبديل الاستراتيجي؟ على ما يبدو وصلنا لنهاية دور الانعقاد الحالي، وقد يعني الصورة لم تكتبن الآن وممكن يتأجل إلى دور الانعقاد القادم، فبالتالي خلال هذه الفترة هل سيتم عمل حلقات نقاشية ولا لا؟ احنا نقول يعني مثل ما نقول بشكل واضح وقاطع ان لن يتم اقرار اي يعني مادة او اي تشريع بدون ما يكون يعني الناس المعنيين سواء كانوا موظفين او مسؤولين يكونوا بالصورة. طيب يعني راح نعلن عن كل شيء في اللجنة وراح نعطي فرصة، يعني مثلا الحين هذا يعني التعديلات الحكومية، مشروع الحكومة التعديلات على قانون ديوان الخدمة نشرناه احنا وزعناه وقلنا حق الجماعة كلهم في الندوة الأخيرة اللي كانت عند الأخ يعني الأخوان في كود. نعم قلنا لهم إنه يا جماعة أي، وحتى كان عند ديوان المرحوم سالم نيس، إنه يا جماعة أي واحد عنده أي تعديل مقترح على مشروع الحكومة اللجنة يعني فاتحة أبوابها مستعدين تلقي هذا. بعد ما نتلقى وبعد ما نناقش مع الحكومة يمكن الأسبوع الجاي سواء وصلنا النتيجة أو ما وصلنا، راح دون عقاد الرابع ولا ما راح، إحنا راح نعلن سواء الحين توصل راح نعلن، توصلنا لاحقا بعد يعني الصيف دون عقاد الجاي راح نعلن هم لفترة، يا جماعة هاي اللي توصلنا له بعد التعديلات بعد هذا، هم نقول نعطي فترة أحد عنده بعد ملاحظات ذيك الساعة نيجي مع الحكومة ومع المجلس إن شاء الله للإقرار النهائي للتعديلات التشريعية المطلوبة ومن ثم بناء المشروع ككل. زين يعني الدكتور خليل عبد الله النائب الفاضل الدكتور خليل عبد الله تكلم قبل فترة وقال يعني أكد ما تم تداوله
في عدد من الصحف أو في عدد من المسائل الإعلامية بأن الجداول التي قدمت من قبل الحكومة هي جداول غير مفهومة. بالتالي هل هي تغييب للمجلس من قبل الحكومة بشكل متعمد ولا لا؟ هو هذا القدرة الحكومية أو ما خرجت به الحكومة بهذا الشكل؟ هو شوف، أنا قاعد أقول لك الدراسة اللي نشرت بالصحف مو هي الدراسة الكاملة، يعني نعم. جزء من الدراسة وبنيت على معطيات الرؤية الحكومية أو التشريعات الحكومية، اللي هم حتى التشريعات هذه ترى مقررة من الفتوى، يعني نعم. سألت في إحدى الندوات إنه هل هي هذه يعني التعديلات أو البديل الاستراتيجي دستوري، قلت له هي طبعا التعديلات التشريعية المطلوبة الخمس ست مواد، نعم. عرضت على الفتوى، وافقت الفتوى، لأن أي مشروع حكومي لا يحال للمجلس إلا يمر على الفتوى ويأخذ موافقة الفتوى، عكس الاقتراح النيابي، نعم. اللي يحتاج إلى أن يكون هناك طبعا تروح للجنة التشريعية، أما الاقتراح مشروع الحكومة يأتي يعني ويحال مباشرة، يعني يفترض إلى اللجنة، نعم. المعنية، نعم. فبالتالي إحنا قاعد نقول يعني ونأكد أن الدراسة اللي نشرت دراسة أولية مبنية على معطيات حكومية بناء على التعديلات اللي هم مقترحينها. إذا تم الاتفاق مع اللجنة مبدئيا والمجلس بشكل عام على الخطوط العامة أو التعديلات المطلوبة على التشريعات الأساسية اللي قلنا عن الخمسة مواد، ذيك الساعة ممكن الحكومة تبني وتعطي دراسة شاملة، وهي ممكن تنشر الأرقام وتكون الصورة أوضح حق الناس. حكومتنا يعني الحالية هل هي قادرة على عمل ضخم مثل البديل الاستراتيجي بكوادرها ولا لا؟ الآن بمجمل بهذا المشروع يعني شوف البديل، الناس ضخمت الموضوع، تعديل سلم الرواتب يعني كثير من الدول قامت فيه، يعني وكان الحكومة حتى الحكومة في كثير من الأمور يمكن 90% من الأمور المطلوبة لتعديل نظام الرواتب وتوحيد سلم الرواتب ما كانت تحتاج حتى تلجأ للمجلس، ولكن هي تبي تشارك الناس، تبي تشارك المجلس أساس الكل يتحمل مسؤوليته، فمو شيء يعني هو صحيح تأثيره كبير، لأن أنت هذا اليوم الكويت الناس عايشة على الراتب، يعني مو عايشة على دخل ثاني، يعني نسبة قليلة للقطاع الخاص والتجارة وغيرها، بس النسبة العام من الشعب الكويتي اليوم عايش يعني مثل ما تقول مصدر دخله هو الوظيفة الحكومية، فبالتالي أنت قاعد تتكلم عن قانون أو مشروع راح يأثر على يعني المجتمع كله، يعني كل الناس أغلبهم راح يتأثرون، 90% من المجتمع الكويتي راح يتأثر، فبالتالي هو ضخم بتأثيره، ولكن بالأسس والقواعد كهذا عندنا بالنفط، يعني الإخوان النظام اللي عندهم نظام ممتاز، عرف شون؟ ووضع وفق دراسة، أم أيضا شركة استشارية عالمية يعني حطها الدراسة هذه، فمو ذاك يعني الشغلة اللي غير ممكنة، لا شغلة ممكنة وسهلة هي، بس المشكلة بالتطبيق، نعم. وحتى إحنا يعني هذا قد يكون أبو محمود، هذا يكون أحد المخاوف، مخاوف من البديل الاستراتيجي، أنه حتى في بعد حال تطبيقه وفي حال إقرار عفوا أن يكون حظه كحظ العديد من القوانين اللي لوائحها التنفيذية خرجت بشكل سلبي، خرجت بشكل سيء، فهذا التخوف من قبل المواطنين بهذا الشكل يعني. إيه يعني أنا أقول لك هو في تخوف يعني وقلق من جانبين، جانب غموض القانون حسب ما البعض مو مطلع عليه، والجانب الثاني هو إن خايفين إن بالتطبيق يكون هناك يعني عدم عدالة أو شيء، ولكن أن يعني أنا أقول بشكل عام البديل كأسس عامة يعني كتحسين سلم رواتب، نعم. أنا أعتقد أمر مستحق، وكل ما نسرع فيه أفضل. حتى الآن ما في شيء نهائي، أي اقتراحات أي تعديلات إحنا مستعدين يعني نسمعها ونتقبلها، بس أنا أقول يجب أن كلنا نتحمل مسؤولية وكلنا نفكر وكلنا نتخذ القرار مع بعض، ويعني مثل ما قلت يعني بالنهاية الميزانية فيها عجز حقيقي، الحين جزء منها هذا موضوع الباب الأول، ولكن نعم. الأبواب الأخرى أيضا فعلا يفترض أن يكون هناك تقليص فيها، وأيضا البديل للمورد الوحيد للنفط هم أيضا مطلوب. أبو محمد سنتكلم عن مدى خضوع البديل الاستراتيجي للضغوط السياسية، ولكن بعد ما نأخذ هذا الفاصل الأخير. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود لكم.
وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه. ابو محمود قبل الفاصل يعني قلت لك عن مدى امكانيه خضوع هذا البديل الجديد للضغوط السياسيه، بالتالي هل هناك اقبال اجماع على هذا يعني على هذا البديل من قبل اعضاء مجلس الامه ولا لا؟ لا، ما الان ما زال الموضوع في لجنه الموارد البشريه. نعم، او لجنه تنميه الموارد البشريه. اللجنه حتى الان يعني في نقاش مع المستشارين. نعم. والمكتب الاستشاري ومع الحكومه، وحتى الان ما يعني توافقنا على التعديلات المطلوبه. لا انا اتكلم من حيث المبدا، يعني يكون لدينا قانون ببين لك. ايه؟ وفي الاعضاء يعني حسب تصريحاتهم في ناس يعني عندها تخوف. نعم. من القانون، وفي ناس يعني ملح يعني يضغطون على اساس انه فعلا البديل يرى النور. نعم. يعني ففي اراء مختلفه، بس احنا ما نبي نودي شيء للمجلس. احنا حتى الان مع الحكومه يعني باللجنه ما وصلنا لتصور نهائي فيه. نعم. فيجب احنا كلجنه الممثلين عن المجلس على اساس انه فعلا نوفر على وقت المجلس، بدل ما ننقل الموضوع بي يعني اختلافاته. نعم. ننقلها للمجلس، لا، خلينا نوصل قدر المستطاع اذا نقدر نضيق الاختلافات اللي بيننا وبين الحكومه نتفق عليها. اذا ما قدرنا بعض الامور ممكن تحولها للمجلس، خلي المجلس يعني يعطي راي. نعم. في هذا الموضوع، ومن ثم قلت لك يعني الحكومه كنا في ضغوطات اكيد. قلت لك يعني مثلا القطاع النفطي، يعني مثلا قبل فتره بمجرد ان تم الحديث عن القطاع النفطي سمعنا تصريحات نيابيه بالجمله حول هذا القطاع. اي، وبالتالي احنا نقول يعني نرجو من الاخوان الزملاء ونرجو ايضا من القطاعات المختلفه. نعم. الدوله، سواء القطاع النفطي، الاطباء، غيره، ان لا يستعجلون. قلت لهم يعني لا يستعجلون بالتصريح، لا احنا في البدايه، ولا الحين قاعد ناخذ وجهات النظر، ولا الحين التشريع موجود عندنا تعديلاته، والابواب المفتوحه لاي يعني وجهات نظر. القطاع النفطي قدموا مثلا ورقه، بس قدموا ورقه على الدراسه اللي كانت منشوره. نعم. بشكل عام، بس حتى الان لم يتم تقديم اي ورقه لنا على المواد القانون، تعديلات قانون ديوان الخدمه. نعم. اللي احنا بصدده الان، فاقول خلينا ناخذها خطوه. نعم. اي واحد من الاعضاء، اي واحد من القطاع النفطي او غيرها من القطاعات عندهم اي وجهه نظر على الخمس ست مواد المطلوب تعديلها في قانون ديوان الخدمه، خلي تفضل يعني عرضها علينا باللجنه. طيب، ماذا عن تغرير شارل الخاص بالبديل الاستراتيجي؟ كيف قراته؟ نعم، هذا السؤال مستحق، لان احنا نقدر يعني تقرير شال، وتقرير شال تقرير اقتصادي. نعم. ويعني مقروء من يعني محليا ودوليا، لكن التقرير الاخير انا اطلعت عليه، هو رابط التعديلات اللي صارت على يعني نظام الرواتب. نعم. في فقط جزئيه واحده اللي احنا قلنا بالبدايه انه والله راحت يعني اول سنه سنتين ثلاث يمكن ميزانيه الدوله تتحمل 350 مليون دينار. نعم. يعني حروه مليار دولار او اكثر. هذه يعني لان هاي من وين جايه؟ لان انت بدايه الحين راح تبدا تتعين تعيينات جديده. نعم. وتبدا الزيادات السنويه تربطها مع معدلات التضخم وغيرها. نعم. الزيادات العامه، هذا الوفر اللي راح توفره ما يبين الان سنه سنتين ثلاث، راح يبين على خلال المدى المتوسط. قلنا احنا قلنا العشر سنوات ممكن يعني تبين بكم مليار انت تقدر توفر فيه على ميزانيه الدوله، ولكن بدايه اول سنتين ثلاث راح تتحمل ميزانيه الدوله. صحيح. فهو خذ الجزئيه هذه وعممها انه والله لسنوات راح يعني البديل راح يحمل الميزانيه الدوله. نعم. هذا المبلغ، وحط المبلغ بنصف مليار دينار، وبنى عليه انه والله هذا راح ياثر على الخدمات الطبيه. نعم. والصحيه والخدمات التعليميه والخدمات الاخرى اللي توفرها الدوله. احنا بالعكس البديل قاعد يقول ان انا بعدل سلم الرواتب، بعيد العداله، بوفر على ميزانيه الدوله حتى لا اقع بالمحظور. نعم. اللي هو متخوف منه، اذا ما طبقت البديل عرف شلون ممكن تصل الى ما ذكره هو انه يكون. نعم. ياثر على الخدمات الصحيه الطبيه. نعم. فبالتالي يعني انا ارجو انه يعني اي يعني محلل او اي يعني مؤشر يحاول انه يكتب عن البديل، احنا مستعدين نزوده بالدراسات. نعم. اللي يعني مكتب استشاري اعطانا اياها يعني احدث دراسه، ونقدر نزوده بالتشريعات اللي عندنا، وايضا اللي هو
المذكرة الإضاحية اللي الحكومة حولتها لنا، ومذكرة اللي تبين يعني الهدف من هذا القانون. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المسعي عليه بالخير تكلم عن أن قرار البديل الاستراتيجي سيوفر للدولة 10 مليارات دولار، بالتالي متى من الممكن أن يتم توفير هذه المبالغ حسب وجهة النظر الحكومية؟ أنا قاعد أقول لك إذا نمشي على المسار للرؤية أو الدراسة للحكومة جابتها للمجلس، نعم. يقول خلال مثلا والله هالمبلغ نوصل لك خلال 10 سنوات، نعم. عرفت؟ جميل. ولكن إذا ما أنت مثل هاي مثل معادلة، نعم. إذا مثلا وجينا قلنا لهم لا هذا البديل ما تطبقونه على كل الموظفين الحاليين والجدد، تطبقونه، نعم. فقط على الجدد والحاليين فقط اللي هو يتحسن راتب يدخلونه، هذا راح يأثر، نعم. يأثر على المعادلة هذه. فإحنا لازم أول شيء نتفق مع الحكومة على الأسس اللي راح هم يبنون عليهم دراستهم. طيب ماذا عن العجز في ميزانية الدولة 2015-2016 تقريبا 5 مليارات دينار، والبعض يرى بأن الحل بإيجاد بديل للنفط الذي هو مورد وحيد بدلا من إقرار البديل الاستراتيجي، ممكن أن يعني أن نتجه اتجاه آخر؟ بس هذا بيله وقت يشتغل، يعني هذا موضوع هو هذا قلت لك أنا من البداية، نعم. يعني هذا أمر مستحق ويجب أن كلنا يعني نسعى له، حكومة ومجلس باللي يعني إذا كانت أمور تشريعية إحنا يجب أن نسعى له. راح توفرون للحكومة كل التشريعات اللازمة من أجل إيجاد هذه البدائل؟ طبعاً أنا أعطيك مثال، مثلاً الميزانية الأخيرة كانت مال معهد الأبحاث، نعم. أحد أهداف معهد الأبحاث اقرب بنود اهدافه صحيح ان يكون ان هناك يعني المعهد يسعى بابحاثه لايجاد بديل، نعم. للنفط كدخل وحيد لهذا. انا شلت التليفون على الدكتور ناجي الطيري وقلت له عليه بالخير، اي فقلت له يعني انتم على هذا ايش سويتوا؟ قال احنا صار لنا 7 سنوات طالبين تاسيس شركه ابحاث، نعم. هذه الشركه تي مثل ما تفضل فيه يدورون شنو الامور اللي ممكن احنا كدوله يعني نوجدها ابحاث معينه على مثلا الان دول اكو قاعد تركز مثلا على تطوير البرامج، نعم. برامج الموجوده ان تكون هي دوله منتجه لهذه البرامج. فنلندا تركز على تخريج عقول، نعم. عرف شلون تكثيف على التعليم، ما تعليم تصدر عقول، وهذا هاي ثروتها يعني تنمي ثروتها في موارد معينة. في أكو وايد بدال يعني العالم اليوم متطور ومفتوح وتقدر، بس يبيلها إرادة، نعم. يعني اليوم اللي الحكومة عندها الإرادة كان ممكن هذه الشركة هذه مو من 7 سنوات الآن الدكتور ناجي يقول إحنا طالبين تأسيس هذه الشركة على أساس هذه الشركة تنتج لنا الشركات المطلوبة لإنتاج الموارد البديلة، نعم. وحتى الآن في من الفتوى للمجلس الوزراء ومن مجلس الوزراء للفتوى 7 سنوات الحين الشركه ما تاسست في الروتين، فشلون تبي انت يعني توجد بدائل اذا المعهد الابحاث المعهد المتخصص يفترض انه حكومي يعني متخصص ومطلوب منه ضمن اهدافه ايجاد البدائل مو قادر لانه مو معطينا يعني القانون المطلوب لتاسيس هذه الشركه، فشلون تقيس على الامور الثانيه؟ فانا اقول هناك يجب ان تكون اراده جاده ويعني واضحه للحكومه، وهناك رقابه شديده من المجلس في هذا الجانب، ممكن يصير شيء ممكن تتبنونه انتم كلجنه تنميه موارد بشريه مثل انشاء مثل هذه الشركه ولا لا؟ والله هو شوف تاسيس الشركات اساسا هذا عمل تنفيذي، نعم. والاستثناء مع الاسف قاعد يصير بقانون المجلس، نعم. يعني مثلا احنا نبي نكسر احتكار شركه المواشي يينا اسسنا بقانون شركه مواشي ثانيه، هذا مو شغلنا بس اذا تضطر شو تسوي؟ ومثال على ذلك كان مثال واضح هو، نعم. كسر احتكار شركات الهواتف المتنقلة، كانت في شركة واحدة كل يذكر، بعدين، نعم. يبنى الشركة الثانية الوطنية، هاي طلع بقانون المجلس شركة، نعم. ثالثة. يعني المشرع ما يجب أن يتدخل في السلطة التنفيذية، ولكن إذا اضطر لمصلحة عامة يستطيع، يعني مو إنه يعني بس لكن مو محبذ مثل ما تقول إنه يكون دائما نستخدم هذا الأمر. فيجب على الحكومة هي تسرع لإيجاد البدائل اللي يعني الدخل الوحيد للنفط. هل يتوقع إنجاز هذا المشروع يعني خلال دور انعقاد المقبل؟ حالياً الحالي أعتقد أنه في صعوبة. لا خلاص يعني أنت الحين دخلنا في الميزانيات. تتكلم أنت عقب باشر عندنا جلسة، نعم. 3/6 وبعدين عندك جلسة بعد أسبوعين، نعم. 16/6 ولا هذا، وبعدين جلسة ختامية 28/29/6 نص شهر رمضان، كل عام وانتم بخير، نعم. ف
فكلها ميزانيات اغلبها، واكو قانون جرائم الكترونيه يمكن هذا شيء مستعيلين عليه، الكاميرات وغيرها، يعني الامور مرتبطه بالامن ان شاء الله. الله يعني يفرج على الجميع ويحمي الكويت ويحفظها ان شاء الله من كل سوء. فاكو بعض القوانين الملحه ان شاء الله يعني يعني مطلوبه، فان شاء الله نحاول خلال هالجلستين ثلاث اللي باجين مع الميزانيات ان نكملها، ولكن البديل اتصور راح يروح يعني بشكل اكيد يعني دور العقاد القادم باذن الله تعالى. بس ابو محمود انا عندي بمجرد ان تكلمنا عن جتني وايد مسجات تاكيد وتطمينات من قبل المتقاعدين حول البديل الاستراتيجي، بالتالي التطمين اللي قدمه ابو محمود لهؤلاء المتقاعدين شنو؟ وانا اقول لك البديل يعالج نظام الرواتب. نعم. ما يعني التامينات هي المعنيه في المعاشات التقاعديه. نعم. بس احنا اللي هم مقبلين على التقاعد احنا نقول لهم لا، يعني حقكم محفوظ. نعم. يعني حاليا الموظفين الحاليين موجودين احنا حطينا شرط اساسي او ضابطه اساسيه ان البديل لا يؤثر على الراتب الاساسي ولا يؤثر على راتب الشام. الراتب الاساسي ليش حرصنا عليه؟ لانه هو بالنهايه هو اللي راح شنو يتقاعد عليه المواطن. نعم. بالنهايه كان في ضمن يعني اقتراحات الموجوده بالبديل انه يعني فرض انت راتبك 3000 تلقى الراتب الاساسي مثلا 2000 2000 وشيء، والباقي بدلات وغيره. زين؟ هم كانوا منزلين الراتب الاساسي مخلين 1500 مثلا، ومخلين الباقي محولينها على البدلات ما قلنا المهام ولا البدلات الوظيفيه ولا البدلات الاجتماعيه، على اساس يخففون الضغط على شنو؟ على التامينات وعلى المعاشات تطلع التقاعد اقل. احنا قلنا لا، هذا اللي موجود حاليا هو حق مكتسب. نختلف نتفق الان هو موجود. ويجب المواطن يعني رسم مستقبله على راتب معين وعلى معاش معين وتقاعد معين، يجب ان يخرج بهذا الراتب. لا. هذا ما في خلاف عليه. ولكن احنا مثل ما قلنا يعني ان شاء الله اذا مشى البديل بالشكل المطلوب اللي هو ربط الزياده السنويه مع معدلات التضخم، وان شاء الله نقدر نستطيع ان هذا ايضا ناخذه كمعيار ونطبقه ايضا على المتقاعدين، لان انا عندي دراسه اوليه كنت بسويها، بمعنى لو كان المتقاعد راتبه 1000 من قبل 10 سنوات. نعم. اليوم لازم يكون راتب او معاشه يكون 1400 اذا ربطناه مع معدل التضخم. نعم. طيب يعني الكلمه اللي ممكن تقال عن البديل الاستراتيجي خلال الفتره المقبله، هل تعتقد بان البديل الاستراتيجي سيؤدي الى وظائف جديده، الى شيء جديد بدل التخبط للمرحله الماضيه، اعاده تنظيم وهيكله الوظائف في الدوله؟ لا، هو طبعا العداله امر مطلوب الان. في فعلا انا اقول لك يعني حزب النفس، يعني نعم. مثلا الحين محاسب دائما هم الشركه يضربون المحاسب او اي وظيفه اداريه ثانيه. نعم. تلقاه في وزاره من وزارات الدوله ياخذ 700 750، ياخذ في مثلا في الخارجيه 1100 مثلا او 1200، وياخذ في شركه نفطيه مثل الكي او سي ياخذ 1500 الان التعيين الجديد. فتخيل انت في دوله واحده زين. نعم. وخريجين جامعه واحده. نعم. ودرجه واحده وفوارق مهوله، فارق ضعف، فشلون ما تبي هذا يحس في نفسه؟ نعم. فهذا فالعداله انا اعتقد يعني شيء مطلوب، والبديل يحقق هذا. ثانيا الربط بال يعني الزياده السنويه او التقييم السنوي والترقيات بالاداء وبالكفاءه. اليوم مع الاسف المعايير هي سايره، خلينا نكون صريحين يعني. نعم. سايره على العلاقات وعلى المحابات وعلى هالامور هذه، والتقييم السنوي قاعد ينتج بهذا يعني. نعم. بالاغلب انا ما ابخس بعض القطاعات، يمكن النفط يقول والله احنا دقيقين صحيح، بس لكن انا اتكلم بشكل عام، انا ما يعالج مكان واحد، انا بعالج بشكل عام. نعم. فربط التقييم السنوي بالاداء وبالوصف الوظيفي الموجود وانت ما تؤدي من مهام، هذا امر يعني مطلب اعتقد ما حد يختلف عليه. نعم. هذا اثنين. ثلاثه يعني انا بقول لك يصير تعيينات جديده وفق المعدل الراتب الشامل، وقدرت انا اوفر بالباب الاول، انا اعتقد كلنا راح نستفيد، وهذا ايضا يفتح المجال ان الدوله تستمر في التعيينات في الوظائف الحكوميه. محمود كل الشكر لك للحديث بشفافيه عن موضوع البديل الاستراتيجي، على امل ان شاء الله ان يحقق هذا البديل ما نصبه ونرجو اليه من تعديل الاوضاع لدى المدن. كل الشكر لك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام هذه الحلقه، على أمل إن شاء الله أن نلتقي معكم في حلقات جديدة ومواضيع أخرى جديدة. كل الشكر لكم، تصبحون على خير.